اهلا ومرحبا بكم جميعا اعزائي المتابعين، مع حضراتكم مرة اخرى عماد ويليام في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن الميلميرج، وهنستخدم ادوات كاملة مجانا. هنروح على طول هنشوف هنعمل ايه. قبل اي حاجة احب اشرح يعني ايه ميلميرج. ميلميرج ان انا هبعت ايميلز مختلفة لاكتر من شخص مرة واحدة، بمعنى ان انا هيكون عندي مجموعة من الناس هبعت لكل واحد منهم رسالة مخصصة لي، بس هعملها على دفعة واحدة بدل ما ابعتها واحدة واحدة لكل واحد. هو ده المقصود بالميل ميرج، وده المختلف على انك تبعت رسالة واحدة لجروب. فده اول حاجة بنتكلم فيها، وهو مفهوم الميل ميرج. بعد كده هنشوف الادوات اللي احنا هنستخدمها. بعد كده اتفقنا مع حضراتكم ان احنا هنستخدم ادوات مجانية كاملة، واحنا هنستخدم هنا مايكروسوفت 365، هنستخدم الاكسل اونلاين، وهنستخدم الباور اوتوميت. الاتنين متاحين لحضراتكم مجانا. لو انت عند حضرتك اكاونت على مايكروسوفت تقدر تدخل وتستخدمهم على طول بدون سبسكريبشن، بدون اي اشتراكات او تدفع اي فلوس، او الاكاونت العادي اللي تقدر تعمله على مايكروسوفت. اذا كان عند حضرتك اكاونت هتعمل ساين ان، ان ما كانش هتقدر تعمل جيت اوفيس. احنا هنعمل ساين ان ونخش على طول ونشوف الشغل. هخش اعمل ساين ان بالاكاونت العادي بتاعي بتاع الهوت ميل او اوتلوك. اقول نيكست، هقول ساين ان، كده دخلت على الحساب بتاعي. هلاقي على الشمال الابليكيشنز اللي انا هستخدمها، زي ما اتفقنا ان انا هستخدم الاونلاين والباور اوتوميت. هفتح اول حاجة الاكسل اونلاين، هدوس على ايقونة نيو بلانك. فتحت انا الاكسل، هحضر الداتا لحضراتكم ونشوف هنعمل ايه بعد كده. كتبت البيانات قدام حضراتكم. في العمود ايه حطيت النيم، في العمود بي حطيت الايميل. انا حطيت نفس الايميل علشان نشوفه بعينينا في نفس الميل، وحطيت كولوم سي كتبت فيه كلمة توتل، وحطيت فيه ارقام. انا اهم حاجة اكون عارفها، بس اول حاجة ان الاسم اللي هستخدمه اللي هيبعت منه هنا مثلا هو ميل ميرج، ده الاسم الملف اللي هنستعمله في الارسال. بعد كده العناوين بتاعت الاعمدة برضو ناخد بالنا منها، بالاضافة الى ان يفضل ان احنا نعمل البيانات بتاعتنا في صورة تيبل عن طريق هوم. من هوم اقدر استخدم فورمات از تيبل، اختار اول واحد منهم ماي ليبل هاز هيدر، هقول اوكي. كده يبقى دي اول خطوة في بداية العمل بتاعنا. هروح للخطوة التانية او الابليكيشن التاني اللي هو الباور اوتوميت. هرجع على الصفحة الافتتاحية وهاجي من all apps اللي موجودة تحت، هختار الباور اوتوميت. اذا ما كناش نعرف الباور اوتوميت بيعمل ايه، الباور اوتوميت بيخليني اللي انا اكونكت على سيرفيسز واخليها تشتغل لوحدها اوتوماتيكلي. مفروض نكون عندنا فكرة عنها. احنا لو ما عندناش برضو هنمشي الستيبز واحدة واحدة، وهناخد الشغل بتاعنا ده كمثال للباور اوتوميت، وفي فيديوهات تعليمية خاصة بيه. هختار باور اوتوميت، فتح الفلو عندي. اول حاجة اقدر اشوفها هي واتش ا كويك فيديو اللي هو بيورينا مايكروسوفت باور اوتوميت هيلب اوفيس 365، وبيورينا ان هو ممكن اعمل تاسكس معينة اوتوماتيكلي عن طريق ان كونكت اكتر من سيرفيس. احنا حاليا هنشتغل بالاكسل اونلاين والباور اوتوميت، فاحنا دي الخطوة التانية بتاعتنا ان احنا اخترنا الاوتوميت. هنروح على القوائم اللي في ناحية الشمال وهندوس على كرييت. كرييت هتفتح لنا صفحة تاني فيها الحاجات اللي اقدر اعملها. انا اقدر اعمل سكادجول بحيث بعد اسبوع ابعت ميل، او حاجات تتعمل اوتوماتيك فلو. انا هنا هعمل انستنت كلاود فلو، هختار دي وادوس عليها. بعد ما اختار دي هيقول لي عايز تسميها ايه،
هسميها مثلا ماي ميل ميرج، بعد كده هختار تريجر بتاعي في فور ذيس فلو. انا هعمل مانوال تريجر، هقول كرييت، بعد ما اقول كرييت هيفتح لي الصفحة اللي احنا شايفينها دي وهي مانوال تريجر. ما قداميش غير اني اعمل اول ستيب، واول ستيب عندي ان انا اكونكت على الاكسل والملف بتاعي. انا هو ظاهر قدامي هنا اكسل اونلاين، ده البيزنس، ده لو انا عندي اكاونت مدفوع او تبع مؤسسة حكومية او جهة تعليمية، جامعة او مدرسة. انا ما عنديش، انا مجرد ده حساب شخصي عادي، فانا اقدر اقول ادور على اكسل وان درايف، اكسل اونلاين وان درايف، هو ده اللي انا هختاره. هيظهر لي بعد كده انا هختار اكشن من دول. انا اقدر من ضمن الاكشن اديليت رو من الاكسل او انا اللي عايزه دلوقتي ليست روز بريزنت ان تيبل، هو ده اللي انا عايزه. هاخد المحتوى بتاع التيبل اللي موجود في الاكسل، بعد كده هيقول لي ساين ان علشان الوان درايف، هعمل ساين ان. عمل كونكتنج. اول حاجة عايز الفايل، احنا كنا مسمينه زي ما قلنا في الاول، لازم افتكر الاسم بتاعه اللي هو ميل ميرج، دي اول حاجة. اسم التيبل كان اسمه تيبل 1، احنا ما ادينالوش اسم. انا كده خلصت، عملت كونكت على الاكسل على الملف بتاعي والتيبل بتاعي، وعرفت ان انا هظهر السطور بتاعته. بعد كده تعالوا نعمل في الفلو بتاعي نيو ستيب. هدوس على نيو ستيب، انا هدور على الابليكيشن اللي هبعت منه الايميل في الاكشن اللي جايه. فانا هدور على اوتلوك، هختار outlook.com، ولو انا ده عشان اكاونت فري، انما لو عندي برضو زي ما قلنا مدفوع او مؤسسة اختار اوفيس 365. واقدر لو انا عن طريق الجيميل ادور على الجيميل حسب ما انا عايز، ممكن هلاقي عن طريق الجيميل، انما انا هنا هختار outlook.com. هدوس على outlook.com. لما اخترت انا بيطلع لي مجموعة من الاكشن كبيرة جدا اقدر اعملها. انا هختار send email اللي هي بين قوسين v2، هكليك عليها، بعد كده sign in to create a connection to outlook، هعمل ساين ان. ظهر قدامي الشكل ده كاني ببعت ايميل. اول خانه بيقول تو زي ما اتفقنا ان هعمل كاستمايزيشن لان هيكون لناس مختلفة. اول لما ادوس على الخانة دي، لما ادوس على اد دايناميك كونتاكت اقدر اشوف الميل في سي مور، اقدر اختار الفيلد اللي انا عايزه، ممكن اختار ده في خانة التو. وفي السبجكت برضو، ودي ميزة برضو موجودة عندنا هنا في الباور اوتوميت، ان انا اقدر اكستمايز السبجكت. السبجكت في الوورد او في اي حاجة بتعمل ميل ميرج بيبقى ثابت، انما هنا اقدر اقول مثلا الاسم واحط مثلا كما، هقول له هير از يور بالانس مثلا، اوكي. هاجي في البادي
نفس الموضوع، أقول دير قمة، عايز احط الاسم، اختار الاسم، هكتب الرسالة بتاعتي. ده الجزء الثابت اللي انا هبقى احطه، عايز اقول له your balance اللي هو كان هيبقى فيه التوتل. حطيت التوتل كمتغير، هدوس انتر، اخلص الرسالة زي ما انا عايز، اقول thank you. بكده يبقى انا خلصت الميل بتاعي. وزي ما قلنا ان انا هنا السبجكت ممكن يبقى متغير، ممكن انا اشوف show advanced option. show advanced option ان انا برضو اقدر اكستمايز السي سي والبي سي سي، ودي ميزة برضو موجودة. برضو الاتاتشمنت هنا ممكن اختار اتاتشمنت زي بانر او اي صورة عايز ابعتها واختارها. انا هنا خلصت، هدوس على سيف. هو قال لي your flow is ready to go. هرجع بيقول لي your flow is ready to go. هنا في الشاشة ظهر لي الديتيلز، ايه اللي انا عملته، الكونكشن بتاعتي على ايدي اليمين، الاكسل اونلاين اللي هو بتاع الوان درايف، والاوتلوك، وكل ما في الموضوع. ان انا علشان اعمل رن لهذا الكلام هلاقي في ايقونة فوق مكتوب عليها رن. اول لما ادوس رن ظهر ان هو هيعمل كونكت على الاكسل اونلاين والاوتلوك، واقول كونتينيو. احتمال يبقى يعوز يعمل كونكشن او كونكت او سينكرونايز في الباسورد، او ران ذا فلو، او قال دن. طبعا نلاحظ ان بالنسبة لسرعة الارسال هنا كانت سريعة جدا بالمقارنة لاي حاجة تاني. تعالوا نروح للايميل ونشوف الرسائل بتاعتنا اتبعتت ولا لأ. رحنا دلوقتي على الميل بتاعنا ولقينا ان هو مبعوث من نفس الشخص. هبعت، هفتح اول واحد هلاقيه اتبعت فعلا. ده تاني واحد بمبلغ مختلف وباسم مختلف. تالت واحد برضو مبلغ مختلف والاسم مختلف. بأكد بس ان اتبعتوا الاربعة ميل، انا بعتهم على نفس الاكاونت، ولكن انا بوري لحضراتكم ان احنا عملنا كاستمايزيشن. وفي الكاستمايزيشن برضو بوضح ان هنا برضو ظهر عندي الاسم مختلف في التايتل اللي انا في السبجكت اللي انا عامله. بكده يبقى شرحنا لحضراتكم ازاي ان انا اقدر ابعت مجموعة من الايميل لافراد مختلفين بموضوعات مختلفة اوتوماتيكلي مجانا باستخدام مايكروسوفت اكسل اونلاين والاوتلوك اونلاين برضو. شكرا لحضراتكم والى اللقاء في فيديوهات قادمة. إذا عجب الفيديو حضراتكم ففضلا وليس أمرا التكرم بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد دائما. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. شكرا.